جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها: تطبيق يحد من إدمان الهواتف الذكية. جاء في تفاصيل الخبر: طور مهندس من كوريا الجنوبية تطبيقا هاتفيا يحد من إدمان الهواتف الذكية خلال الاجتماعات والمؤتمرات، ويدفع مستخدميه إلى التركيز في لقاءاتهم عوضا عن الانشغال بين الحين والآخر بمطالعة هواتفهم الذكية. واخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة الشرق الأوسط: جوجل كروم يبدأ منع تشغيل ملفات الفيديو تلقائيا في شهر يناير المقبل. تعتزم شركة خدمات الإنترنت جوجل طرح إصدار جديد من برنامج تصفح الإنترنت كروم يمنع تشغيل ملفات الفيديو التي تظهر على صفحات المتصفح تلقائيا. ونطالع من صحيفة الرأي الكويتية: مايكروسوفت تطلق سيرفس برو. أطلقت شركة مايكروسوفت يوم أمس النسخة المستحدثة من جهاز سيرفس برو متعدد الاستخدامات في سوق الكويت لتمكين المستخدمين من المستهلكين والمهنيين من الاستفادة من قدرات نظام التشغيل ويندوز 10 الإبداعية والإنتاجية. اليوم السابع المصرية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: تحديث جديد لواتساب على أندرويد يتيح للمستخدمين إدارة ذاكرة التخزين. حصلت النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على منصة أندرويد على ميزة جديدة توفر للمستخدمين القدرة على إدارة ذاكرة التخزين على هواتفهم الذكية، إذ تتيح القدرة على تحديد حجم المساحة التي تستخدمها الدردشة على هواتفهم. ختاما مشاهدينا من صحيفة الوئام السعودية: وجوجل تحذف النسخ الاحتياطية لأجهزة أندرويد غير النشطة. جاء في تفاصيل الخبر: شرحت شركة جوجل ما يحدث عند انتهاء صلاحية النسخة الاحتياطية، ما يعني أن النسخة الاحتياطية يمكن أن تنتهي، إلا أن الأسوأ من ذلك هو أن المدة الزمنية لانتهاء صلاحية النسخة الاحتياطية محددة من قبل شركة جوجل بنحو شهرين من الخمول وعدم الاستعمال.